وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ولم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഓരോ പരിപാടിക്ക് സമാരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുനായുടെ മഖാം സിയാറത്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രസിഡന്റ് ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اجعل هذه البلدة في كنفك ثم في كنفك ثم في كنفك.
ഹുവിക്കും മഫിയക്കും ഇയ്യാഹുമ്മ ജാൽ ജമീഅൽ മഹാഹി ദീനിയത്തി ദാഗിയ ലിഹാദൽ മസാർ ഫീ കനഫികും മഫീ കനഫിഹി ഫീ ഹുവിക്കും മഫിയക്കും ഇയ്യാഹുമ്മ اللهم قدس روحه اللهم زده شرفا لا شرف به اللهم قرنا به ومن دونه اللهم اللهم انصرنا بنصرك اللهم اجعلنا في كنفك اللهم اجعلنا في حبك اللهم اجعلنا في حبك يا رب العالمين آمين اللهم اطبع علينا من بيواتنا واسوانا من بيواتنا واسوانا من بيواتنا آمين بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لله المقربين والأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأولاد رسول الله وأصحاب الآباء والأئمة الأربعة المتقين خاصة بحق الإمام إمام الله إمامنا الشافعي وبحق جميع الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين والأخبار والأبرار والمرضى الغيب آمين المتصدقين في هذه النوبة خاصة بحق عقابهم وركب هذه القرية آمين وبحق ركب هذا الزمان وولي هذا المكان آمين وبحقوق جميع مشايخنا وأجدادنا ومشايخ الفرائض والمسلة في الله آمين خاصة بحق جميع مشايخنا في سلسلة القادرية آمين القادرية والمسلة العربية آمين وفي سلسلة الرفاعية وفي سلسلة الأحمدية البغوية السطوحية آمين خاصة منهم بحق شيخنا ومرشدي والمربي الجليل الشيخ شمس العلماء قدس الله وبحقوق جميع مشايخنا وأساتذتنا الذين قاموا بالخدمة الجليلة في ميادين مستقرة جمعية العلماء آمين وبحقوق أصولهم ومشايخهم وأتباعهم وأنصارهم ومحبيهم وزوارهم إلى يوم الدين آمين اللهم إنك تعلم جميع من أوصانا بالدعاء اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين آمين اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم آمين اللهم قض حوائجنا وحوائجهم اللهم اشفنا واشفهم شفاء عاما لا يغادر سقما ولا الما آمين اللهم انا نسالك بحق طه وياسين وسورة البقرة وبحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين آمين وبحق هذا الشيخ العظيم ان تحفظنا وان تحفظ من اوصانا آمين وان تحفظ جميع المسلمين من شر الجن والانس والشياطين والأمراض كلها الأمراض الظاهرية والباطنية والقلبية والبدنية والروحانية والنفسانية اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء اللهم ثبت عقيدتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم وفقنا لنشر هذه العقيدة المقدسة اللهم إنا نحن عبادك الفقراء والأحبار المقصرون اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اصلح عيوبنا اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم اصلح لنا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين اللهم اصلحنا وإياهم بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم بارك في مدارسنا اللهم بارك في معاهدنا اللهم بارك في كلياتنا اللهم بارك في جامعاتنا اللهم بارك في جمعيتنا اللهم بارك في فروع جمعيتنا اللهم احفظ معاهدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ كلياتنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ جامعاتنا اللهم احفظ جمعيتنا وجمعيتنا من جميع الشرور من شر الحاسدين ومن شر السائلين ومن شر الظالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين اللهم اكرمنا بنور العلم والفهم واخرجنا بحرمة الجهل والوهم اللهم سخر الدنيا في اعيننا وكبر جلالك في قلوبنا وانسنا بعينك التي لا تنام وادخلنا في جنتك الذي لا يوام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل عاقبة كل أمر قضيته علينا وعلى جميع المسلمين خيرا ورشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اجعل ثواب قراءتنا عليا الى اعضاء ارواح اولياء الشرفاء المذكورين امين اللهم قد سروا اللهم اللهم ازلهم شرفا على شرفهم امين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل ثواب قراءتنا عليا الى اعضاء ارواح جميع امواتنا خاصه وامواتنا عامه اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعفهم اللهم اكرمهم اللهم لا تفضحهم يوم الحساب اللهم ادخلهم الجنه مع الابرار اللهم نبر قبورهم بنور القران اللهم اجعلهم في ثياب الجنه اللهم ثبت اقدامهم على الصراط وتزل في الاقدام اللهم اجمعنا واياهم في جنات النعيم الذين انعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بارك في هذا العروس اللهم بارك في هذه الزياره اللهم بارك في جميع الاعمال التابعه في هذه الزياره بحق حقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين ربنا هو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رب അടുത്തത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തത് കൊടി ഉയർത്തൽ ചടങ്ങാണ് മെയിൻ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തന്നെ പതാക ഉയർത്തൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു സമസ്ത കേരള ജമാഇത്തുൽ ഉലമയുടെ മുവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുപരിപാടി ആരംഭിക്കുക മെയിൻ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് 100 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വിശാലമായ പന്തം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് 4 ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രാരംഭങ്ങളോടുമുള്ള ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങാണ് അടുത്തായി നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ ഭാഗത്തിൽ അഭിനന്ദരായ സദാത്തുക്കളെയും നേതാക്കന്മാരെയും സ്റ്റേജിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പത്താനിന്റെ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തുകൂടെ ഉള്ള റോട്ടിലൂടെ സ്റ്റേജിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സൈഡിക്ക് തിരിച്ചിരുത്തല്ലേടാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചേക്കണ്ട ആള് വരുന്നത് ഇല്ല അത് നിൽക്കാം നിൽക്കാം
ആ സാറ് കുറച്ച് ബാക്കിൽ നിന്നാൽ മതി, അഭിക്കാരം ബാക്കിൽ നിന്നാൽ മതി, അവിടെ എത്താൽ മതി, അവിടെ മുമ്പ് ഞാൻ മാറി കൊടുത്താൽ അവിടെ എത്തിയാൽ മതി. കയ്യും കാലും മാറി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.